السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنشوف صيانة الخلاط بتاع الأكل، هنصلح وقطع كهرباء. فاصل مش شغال، هنشوف ايه اللي عطل. في سلك فاصل من الموتور، بنمسك دي ونفك يمين عكس الحضارة. يطلع الموتور معانا. دي السلك الفاصلة، ده المفتاح، هنجرب الأول. لو المفتاح بنغير سلكين، سلك جاي من الكهرباء والتاني طالع على الموتور، لكن هو العطل بتاعه كان في السلك اللي فصل من الموتور. بنجفل كده تاني، بنربط دي، هي بتربط مع الشغل بتاع الخلاط، تحبك نفسها مع يا ريت لو استفدت من الفيديو اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى يصلك كل فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.